يا حرام، الست دي صعبانة عليا جدا. اللي يصعب عليكي اكتر بنتها، ما اتقتلت وباباها في السجن. بس بقى كفايه كفايه بقى، مش قادره خلاص، انا هبتدي اعيط بقى. امال لو شفتي حلقه النهارده هيحصل فيها بلاوي. وانت عرفتي بقى ازاي يا طن؟ من التتر. انا اشوف التتر كده افهم المسلسل كله. ايه ده، مين ده اللي جالنا على الصبح؟ ده لازم رمزي علشان عادل اتاخر على البازار. الله، هو عادل لسه ما نزلش؟ ايه اللي اخره كده النهارده؟ بيتنك عشان بقاله كام يوم بيشتغل كويس بقى بيكسل. خلدونا سيد، ازيك يا نورو؟ وحشتيني قوي، تعالي انتي وحشاني اكتر. ماني شفتي مين جالنا؟ خلتمونا حبيبتي يا ميمون، وحشتيني. انتوا وحشتوني اكتر والله. كده يا وحشه، يعني عشان انتي قاعده في اسكندريه ما تساليش علاقتك خالص؟ اعمل ايه، مشاغل كتير، بروح مع الحاج المصنع، مش فاضيه خالص. يا حبيبتي خلتمونا، انتي تعرفي طنط انعام حماتي، فاكراها؟ طبعا فاكراها. ازيك يا ست انعام؟ ازيك انتي حبيبتي، جلابيتك حلوه قوي قوي، طول عمرك شيك يا ست انعام. متشكره قوي، كل ذوق. ايه ده، ايه اللي حصل؟ يا خساره، دي اول لبسه. معلش معلش يا انعام، خدت الشر وراحت. بقول لك يا منى، تعالي يا حبيبتي، ده انت وحشاني، عندي كلام كتير اقوله لك. اقعدي، انا هدخل اغير الجلابيه. طنط انعام البسي واحده قديمه. وحش وحش. طيب شقتك حلوه قوي قوي، وذوقها يجنن يا رانيا. لا يا خالته، ده الشقة وحشة قوي، ده مفيش فيها حاجة عدلة. ازاي بقى؟ دي وحشة وذوقها حتى وحش جدا. انا قاعدة هنا يا منى بالعافية، مش طايقة يا حبيبتي. بقول لك ايه، ما تيجي نخرج شوية؟ لا انا لسه جاية ومش عايزة اخرج. لا استنوا بس، هعمل لكم حاجة تشربوها بسرعة قبل ما تنزلوا. بس انا مش عايزة انزل. هو انتوا هتنزلوا امتى؟ اللبس ده وانت نازل. يا حبيبتي هنزل من غير هدوم يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي لا، ما انا هجيب لك لبس غيره. ليه؟ انت قلقانة عليا مثلا الناس تشوفني باللبس ده فيعكسوني ولا ايه؟ لا، من الناحية دي اطمن، انا مطمنة خالص ان مفيش حد هيعكسك، بس وحياتك البس البيجامة دي من فضلك. ايوه حبيبتي بيجامة، هو انا صاحب بازار ولا شحات؟ عشان خاطري انا خالتي بره، البس البيجامة دي. ايه ده؟ خالتي جاية تشحت مننا فلوس يعني وعايزانا البسها؟ يا عادل بصراحة كده أنا خالتي عينيها وحشة. عينيها وحشة؟ طيب ما تلبس نظارة شمس أو عدسات أو الاتنين مع بعض. طيب أنا خالتي عينيها مدورة. ياه، عيب خلق يعني. يا عادل من الآخر كده، أنا خالتي عينيها مدورة ومقورة ووحشة، ولما بتشوف الحاجة حلوة بتحسدها. لا يا ماما، ايه بتحسد ايه؟ ده كلام مش مظبوط طبعا. وبعدين لعلمك يعني الحكاية دي أنا مش بصدق فيها خالص. يا عادل ده الحسد مذكور في القرآن. وانا يا ستي ما اعترضتش، بس اللي بيحسد ده بني ادم بيتمنى زوال النعمه من البني ادم اللي قدامه. طب ايه رايك بقى ان ده حصل مع مامتك من شويه؟ خالتي شافت الجلابيه فعجبتها وقالت لها دي حلوه جدا، راحت الجلابيه متقطعه. حبيبتي ده صدفه اكيد. يا حبيبي ارجوك البس الحاجات اللي انا طلعتها لك دي. لا يا حبيبتي انا مش هلبس الحاجات دي، وبطل التخاريف والاوهام اللي في دماغك دي. انا هلبس هدومي عادي جدا واخرج اسلم على خالتك. عيب تقولي على خالتك كده. ربنا يستر. خدت الشر وراحت، خدت الشر وراحت يا انعام. دي تاني الكوبايه تتكسر، ده طعم الكوبايات خلص خلاص. مع ان شكلها جميل بس ازازها خفيف، اعتقد ما يتحملش سخونيه الشاي. مش معنى يعني النهارده، ما احنا طول عمرنا بنستعملها. انعام حبيبتي عمرها الافتراضي خلص. انا بقى هقوم اعمل لك الشاي في كوبايه بلاستيك. على الله تصيح هي كمان. لا لا ملوش لازمه، خلاص مش عايزه شيء. احسن برضو. اهلا 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 اهلا، ازيك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. اخبارك ايه، كله تمام؟ الحمد لله. انا كنت عايزاك في خدمه. قوي عينيا طبعا. تسلم عينيك، اصل ابني دخل جامعه القاهره
وبقول مش معقول بقى كل يوم هيسافر من اسكندريه للقاهره. ما شاء الله داخل الجامعه. هو حضرتك انا بالنسبه للبيت هنا يعني هو ما فيهوش اماكن خالص، بس ممكن المطبخ والحمام، الحمام ممكن افضيه له خالص ويعيش فيه بقى براحته ويحس بنفس طراوه اسكندريه، يعني البانيو عايز ينزل بحر ويملاه ويملاه ملح وينزل يعني. ربنا يخليك. لا مش معقول هيقعد معاك هنا، ده انا كنت عايزاك تشوف له شقه ناجرها له. ينفع تشوف لي شقه؟ قوي طبعا اشوف لك شقه، بس يعني هي مش هتقل عن 1000 جنيه في الشهر. وماله يا عادل، منى ممكن تدفع وتدفع اكتر كمان. وانا بقول بقى برضو ان هو بدل ما يقعد لوحده في الشقه انا اروح اقعد معاه واخد بالي منه. ما ينفعش يا مجيد، اصل هيقعد هو وثلاثه زمايله، على اساس يبقوا اربعه ويقسموا الايجار بقى عليهم كله. لا 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 يا رانيا، ده ريحته وحشه. انا مش عارفه ايه اللي جرى للناس، كل ما اروح عند حد يشغل لي البتاع اللي ريحته غريبه ده بيغنوا. ويا ريته محوق. يعني في حاجات كتير تانيه بس بنبتدي بده الاول. طب هشي بعيد عني كده. المهم يا عادل، انت هتقدر تشوف لي موضوع سمسار كويس؟ ان شاء الله. لعلم حضرتك انا ليا علاقات جامده جدا. اهو انا احب جدا الراجل اللي له علاقات كده. انا بقى ما بحبوش. وعادل ملوش اي علاقات يا خالتي. يا رانيا في ايه علاقات؟ يعني بناس بتعامل معاهم يعني رجاله، يعني مش حاجه وحشه يعني. استنى يا عادل، يا خالته ده عادل في كل العبر، ده مجنني، ده خانقني، ده ملوش علاقات وما بيحبش حد ومتوتر وبيخاف من دله. جرى ايه يا رانيا؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ حد يقول كده على جوزه في وشه؟ طب استني يا حبيبتي لما ينزل. لا لا انا هنزل دلوقتي عشان تتكلمي براحتك بقى يا رانيا. معلش انا اسف، انا استاذن وان شاء الله اشوف لك الموضوع ده. متشكرة قوي يا عادل، مع السلامة. ألف سلامة. إيه يا رانيا؟ عادل جوزك شاب زي الفل. يا سلام عليه وعلى ذوقه ولبسه، لبسه آخر شياكة. خش ألبس اللبس اللي أنتِ قلتي له عليه. إيه ده؟ معلش يا عادل، خد الشر وراح. ولا هم، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ سايب شغلك وبتلعب بالبتاع دي ايه؟ انا نفسي يا دولا ادخل معهد الكونفرساتوار. كونفرساتوار؟ ده مش عارف تقول ايه اسمه، هتخشه تعمل فيه ايه بقى المعهد ده؟ نفسي ادخل قسم سفافير. يا رب السفاره تقف في زورك ونخلص منك بقى. ايه دولا بقى؟ اوريني كده اعزف تاني يلا. ماشي، فرحت انت صح؟ تعبان بقى يطلع ينوشك على طول، عامل لي فيها ارفاعي. سايب الشغل ياد وقاعد عمال بتلعب في الصفاره ياد. هنبتدي بقى، هنبتدي ضرب. هنبتدي طبعا. فين الشغل ياد؟ ما بتشتغلش ليه؟ ايوه دول، هو فين الشغل؟ انت لسه قايل فين الشغل دلوقتي؟ فين؟ ما فيش زبون دخل لنا النهارده يا دولا. ما هو من خيبتك، من خيبتك. شوف بقيه البازارات، العيال اللي بيشتغلوا فيها بيصطادوا الزباين من بره. انت قاعد لي هنا عمال بتلعب لي بالصفاره، فين الشغل ياد؟ يا دولا انا عايزك بس تهدي نفسك كده. انت واضح ان انت لسه صاحي من النوم يعني بالبيجامه دي. انت بتغني على لبس كمان؟ دي بيجامه؟ لا دي حلوه، ده احدث طقم. اه الو يا تيتي. ايه يا تيتي؟ عايز ايه؟ ضربته. انا حر ان انا ضربته. واد قليل الادب بيصطاد الزباين من الشارع اللي كانوا داخلين البازار وبياخدها على البازار عندك، اعمل له ايه؟ ماشي، مفيش تعامل بينا بعد كده يا تيتي. ماشي، ومش عايز منك حاجه. يلا دولا بقى هدي اعصابك يا عم. انت ايه ده؟ ده تاسع واحد اتخانق معاه النهارده يا رمزي. الظاهر بقى ان رانيا فعلا كان عندها حق. هو بصراحه يعني رانيا عندها حق في كل حاجه. انت يا دولا يعني خلقي وشكلي وروحك في مراخيرك. مراخيرك ايه بس؟ رانيا عندها حق في حكايه خالتها اللي بتحسد دي. بتحسد يعني عينيها وحشه صح؟ بس مش بتحسد اي كلام، دي محترفه. انت عارف يا دولا، انا كان ليا خاله عامله زيها كده برضو بالظبط، اللي كان بيضايقني في الشارع كنت بجيبها له ترقعه عين تجيبه الارض على طول. ايه ده؟
اخيرا بقالك فايده يا رمزي. طب ما تجيب خالتك دي تحسد خاله رانيا عشان تبطلها حسد بقى خالص. لا يا دوله، ما اصلها اتعمت. ايوه دوله، مع ان يا دوله كان عليها جزء عيون، انما ايه، كان نفسي يا دوله يبقى ليا عين زيها كده، بس تقريبا بقى حد حسدها. حد حسدها ولا رمزي؟ انا ملاحظ ان انت من ساعه ما جيت تشتغل هنا في البازار، البازار حاله واقف، برغم قبل ما تيجي كان شغال نار. يبقى اكيد اللي حسد البازار هو اللي حسد خالتك. يلا بص يا دوله، انا عندي بقى حل للموضوع ده. انت تروح تجيب لها دجال شاطر علشان يوقف الحسد اللي عمال يتدلدق منها ده. اجيب دجال؟ ما اجيبش واحد حقيقي يعني؟ لا يا دوله، صدقني هو ده اللي هيحل لك المشكله. الو يا رانيا، ها في ايه؟ ايه يا رانيا، مالك مالك، في ايه بس؟ ايه مال رانيا؟ ماتت؟ ماتت ازاي يا غبي؟ وقفت الفول الكلينيكيه المسحه. ايه يا رانيا، ايه الصوت اللي عندك ده؟ التلفزيون فرقع؟ في حد حصل له حاجه؟ حماتي؟ مش اشكال، قصدي يعني ومحدش حصل له حاجه تاني. وايه الصوت ده اللي عندك ده تاني؟ طقم الصيني وقع على الارض اتكسر؟ ده ابو 3000 جنيه؟ لا حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. حاضر حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. ماشي. ولا رمزي، ايه دول؟ انت تعرف فعلا دجال كويس؟ بص بقى يا دعبول، انا عايزك تعيش في الدور على الاخر، ها؟ عايزك بقى تبطل الشغل ابو 3 مليم ده، احنا داخلين يلا على نصبايا كبيره. يعني اخرج لك كل اسلحه الدمار الشامل؟ ايوه، وكل بقى ما تزور في الاسلحه دي كل ما هم هيصدقوا اكتر. يا ولا انا عايزك تبقى دجال شاطر. طب ما انا دجال شاطر يا عم. اتوكس اتوكس على خيبتك، دجال شاطر ايه؟ انا عايزك تبقى اشطر من كده. طب هم عايزيني في ايه بقى؟ انا هقول لك يا دعبول، بص، في دوله ابن عمي، ها، عنده واحده ست في الشقه هناك عليها عين، انما ايه، تقوم منشين على الهدف وتقوم شايطه على طول، يعني عايزين لها عصام الحضري عشان يصدعها. ها هم بقى عايزين يقتلوا الحسد ده. طب ما انا احسن من ابو تريكه وشيكابالا كمان، ده لحد فيها شبه من شيكابالا. افهم عليك. وبعدين هي مش عايزه شغل كتير كده. لا بقول لك ايه دعبول، صح كده، احنا عايزين شغل كتير علشان يبقى مطالبنا كتير والفلوس كتير، وبعدين هنبقى نقسم في الاخر، ها، مع بعض في السكرات. لا 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 لا، عيب كده بقى. الله، الاستاذ عادل لازم يبقى معانا في المصلحه دي. استاذ عادل ايه ده؟ انا بقول لك في السكرته ده، اذا كان الاستاذ عادل نفسه هو اللي هيدفع. طيب خلاص، انا هجهز عده الشغل بقى. ماشي، وما تنساش بقى تغير اللبس بتاعك ده. وماله اللبس ده بقى؟ انت هتشوح لي وتعمل لي كده؟ انت رايح تخطب يا دعبول؟ انا بقول لك دجال دجال، يعني لبس اللي هو بتاع الدجالين بتاع زمان ده، اللي هو التسعينات. التسعينات؟ فاكر، بس انا ما اتولدتش في التسعينات. انا هقول لك يا دعبول، انا اتولدت فيها وهقول لك. يعني انت اتولدت قبلي؟ ايوه، يعني انا اصغر منك يا ولد. بص يا دعبول، انت ايه يعني تروح تلبس كده طرطور، ها، وجلابيه كده مرقعه احمر واخضر وبتاع وبخور. ايوه عرفت، دجال فيديو كليب يعني. ايوه عليك نور، صحصح كده وتقعد تعمل شعوذه كده. هقوم اجهز لك الفيديو كليب ده انا بقى. برافو عليك. خدت الشر وراحت. الكلمة دي بقى ما بحبش اسمعها، لان مفيش حاجة خدت الشر وراحت. يا خسارة، البادي كان هياكل من جسمك حتة يا رانيا. يا مامي انا خايفة اموت، خايفة اموت. ما تقوليش كده بقى يا حبيبتي، ده انت بتقولي كده ليه؟ افتح الباب احسن. انتوا مستنيين حد؟ لا ان شاء الله خير يا منى، ان شاء الله يا حبيبتي، احنا مش مستنيين حد خالص يا ماما. ازيك يا تيتا؟ ازيك يا حبيبتي؟ فين ماما؟ بتولع اهي. ماما نجحت في الامتحان يا ماما، وجبت في كل المواد 10/10. ياسمين كبرت وحلوت وشعرها طول. حاضر ياسمين. في رنا؟ لا مفيش يا خالته حاجه، مفيش اي حاجه. مامي والله العظيم لو بنتي جرى لها حاجه لا تبقى قطيعه بيني وبينك للابد. ايه ده ايه ده يا رانيا، بتكلمي مامتك كده ليه؟ معلش يا منى، اصلي في مشاكل ما بيني وما بين ياسمين. انت يا بنت
خشي اوضتك وما تخرجيش منها خالص، خديها يا رانيا على اوضتها. في ايه يا جماعه؟ ما انا ناجحه. هما بقى الناجحين بنعمل معاهم كده، عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده انا ايه يا جماعه بتزعقوا للبنت كده ليه؟ البنت ناجحه وجميله وزي الفل. دي سافله وقلت الادب. ايوه سافله وقلت الادب، خش دور. المره الجايه والله عشان تتبسط والله لا نصح. اتفضل. السلام على اهل البيت من البني ادمين. مين البني ادمين ده يا عادل؟ ده عم دعبول صاحب عادل من ايام المدرسه، بس هو بقى ربنا كرمه وكمل دراسته. ايوه هو صاحبي يعني، هو بس يعني ايه لابس لبس غريب شويه لان هو اصلا فنان يعني، والفنون جنون احنا عارفين طبعا. ده هو لابس كده ليه؟ اصل احنا استعجلناه يعني، وهو نازل وكان بيرسم لوحه فلبس اللوحه، فهو راجل فنان فعشان كده. فين المذكوره اللي انا بكلمها اللي قاعده قدامك دي؟ عادل انا كنت عايز اسالك على الشقه، عملت لي ايه فيها؟ عملت لي كل خير اهو. اهو اساليه ووجهي له كلامك على طول. هو ده السمسار؟ هو سمسار، بس هو يعني ايه فنان، بس سمسار بس بوهيمي يعني، هو وجهي له كلامك كله بقى. انا كنت عايزه شقه لطلبه يعيشوا فيها. هو بيعمل ايه عادل؟ هو بيفلي الهوا حضرتك. ايوه يعني هو بس اصله مركز شويه يعني. انا كنت عايزه شقه علشان اولاد يعني يقعدوا فيها. ايه انت بتعمل ايه؟ سيبيه بس، هو مركز يعني. مركز حضرتك؟ مركز ايه؟ ده مش فاهم حاجه خالص، ولا سامعني ولا سامع انا بقول ايه. عادل هو صاحبك بيعمل كده ليه؟ تقريبا يعني بيحلق لها. ايه يا عم بقول ركز بقى، في شر في غل. ما احنا عارفين ان في شر وفي غل. ايه يا راجل انت هتدلق عليا ايه وتبوظ لي هدومي؟ خلاص الشر رجع لاصحابه يا اهل البيت، رجع لاصحابه خلاص. مش الشر، مش حضرتك يعني كده يبقى خلاص احنا في امان. خلاص امان. الشر لبسه باين يعني احنا في امان. طب متشكرين قوي، متشكرين. الحساب 100 جنيه يا استاذ. بعدين مش الوقت. حساب ايه يا عادل؟ الحساب يا خالته، الحساب يوم الحساب، حساب الصوره اللي هيرسمها لك، مش كده يا عادل؟ ده هو فنان فظيع بيرسم صور عجيبه يعني. يلا بينا. ياه بياخد على كل صوره يرسمها 100 جنيه؟ على كده بياخد فلوس كتير قوي. جايبينك تنقذنا ولا جايبينك تقع؟ الشر رجع تاني يا ابني، الشر بيوجعني، خد بايدي يا ابني. اقول لك حلها، تجيب لي قراجوز. واعمل ايه بس يا رانيا؟ ما كانش قدامي حل غير كده. اهو طلع نصاب الاستاذ. اهو خد جزاته. بس المهم بقى يا ستي دلوقتي ان انا خالتك دي انا مش متضايق منها، بالعكس انا عايز استغلها، اخدها بقى تحسك كل البازارات اللي حواليا يخسروا كلهم وانا الوحيد اللي اكسب. يا سلام، ولما تحسب بقى الفلوس اللي انت كسبتها فطير. صح. طب وبعدين؟ ولا حاجه، انا خايفه بصراحه لو فضلت قاعده كده البيت يولع. ايوه. طب والحل؟ طب يا رانيا الحل، هي جايه تدور على شقه لابنها، دور لها الشقة. قلبت الدنيا على شقة، معرفش أول مرة حاجة تقفل معايا بالشكل الغريب ده. خدها من إيديها وانزلوا دوروا على سماسرة أرجوك يا عادل. وهو بالمرة على فكرة بقى عربيتك مش هتتحسد، لأن أصلا عربيتك محسودة خلقة. عارفة بقى، أنا بفكر إن خالتك دي يا ريت تحسدنا. يا سلام. هي شايفانا طبعا متجمعين كلنا في شقة واحدة، تحسدنا بقى بحيث نتفرق كل واحدة فيكوا في حتة. ما جاش في بالك بقى لما تحسدنا عشان نتفرق كل واحد فينا في حتة، تحسدنا فنموت فنتحط كل واحد فينا. خلاص وصلت. بس ما تقلقيش، وانا واخدها ورايحين ندور لها على الشقة هخليها تركز انها تفرقنا في شقق مش في تراب الغفير ولا البساتين. ايوه يا
سمير يا حبيبي، بابا ماله؟ ايه؟ في ايه؟ ده ابن منى اتصل دلوقتي وظاهر ان الحاج تعبان. ايوه يا حبيبي انا جايه على طول، مع السلامه. هتمشي هتمشي؟ ايه يا خالته يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ لازم امشي، الحاج تعب فجأة ونقلوه المستشفى. هو كان تعبان قبل ما تيجي يا منى؟ ابدا يا اختي، سايباه زي الفل والله، دي عين وصابتنا، احنا دايما محسودين كده على طول. يمهل ولا يهمل. انا ماشي، سلام يا عادل. تحب اوصلك ولا حاجه؟ لا يا حبيبي معايا عربيتي. مع السلامه يا خالته. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه، خدي بالك. الله يسلمك. سلسلة المفاتيح بتاعتها؟ لا يا مامي، انت شفتي عربيتها وجمالها؟ تحفه، طول بعرض كده، ما انت شفتيها قبل كده. مش معقول، انا مش فاهمه لونها ايه دي؟ لا هي فضي ولا هي بيضاء، لون يخطف العين. ايه يا جماعه، انتوا هتحسدوها ولا ايه؟ يا عم نحسد ونعمل، احنا بنتكلم. وبعدين يعني احنا ما بنهزيش حد ولا بنحسد حد خالص، اهو عم نتكلم. ايوه الحقني يا عادل. الحقيني يا اختي، نزلت لقيت عربيه لوري دشدشت العربيه بتاعتي. ها الحمد لله دلوقتي اطمنا، العربيه بتتصلح والحاج خرج من المستشفى وكله تمام. الحمد لله. انا بس عايزك في حاجه، اتفضلي معايا يعني في خدمه بسيطه. من عيني. ايوه من عينيكي. بصي من الشباك كده، شايفه البازار اللي هناك ده؟ فين ده؟ البازار اللي هناك ده اللي فيه ناس داخله خارجه كتير جدا دول. انا مش عارفه انت تقصد انهي واحد. اللي في اخر الشارع هناك ده. ياه، نظرك جايب لاخر الشارع. في حاجة دخلت في عيني ولا ايه؟ ايه ده، انا اتعميت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مالك يا عادل، في ايه؟ مفيش، سمعت خبر كده اهو في الشغل، يعني زعلني شوية. ايه، لغوا التماثيل؟ لا، لغوا الاستظراف. يبقى انت اول واحد هتزعل. لا يا ظريفة، بابا عيان. وايه اللي زعل في كده؟ عيان عيا جامد يا ماما. هيقعد له سنتين ثلاثة لحد ما يخلص ذنوبه، ده ذنوبه قد كده. انا عايز اشوفه. ما تبصليش كده، زي ما انت امي هو برضو ابويا. هو صحيح طلق امي، وصحيح اتجوز صاحبتي، وصحيح شربني في اعار البيوت، وصحيح خلى انصاف الرجال يتحكموا فيا، بس مهما كان ابويا برضو. قولي يا عادل، هو ماله؟ في ايه؟ انصاف الرجال دي احاسبك عليها بعدين. عموما هو عيان عيا جامد، في اشتباه في مرض خطير وراقد في البيت. اشتباه؟ يبقى هيعياله يومين ثلاثه كده وبعدين يقوم زي القرد. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ تلاقيه بس بيعمل حركتين كده على مراته عشان يهبش منها سلسله ولا غوشتين، زي ما كان بيعمل معايا. بس لا لا، دي ما يقدرش ياخد منها حاجه ابدا، دي هي اللي عيته. سوى المنطقي دي احقر انسان على وجه الارض. بس بصي بقى يا ماما، ما تزعليش مننا لو روحنا زرناه. لا خالص، ما زعلش، انا ما زعلش من الحاجات دي ابدا. طب جربوا كده، روحوا زوروه شوفوني هزعل ولا لا. ماشي. يعني نروح يا ماما؟ اروحوا، بس قلبي وربي هيبقى غضبان عليك. امك ثم امك ثم امك. ماشي، ثم ابوك عادي. انا يظهر معرفتش اربيكوا كويس. بالعكس يا ماما، انت عشان ربيتينا كويس احنا بنفكر نروح نزور بابا. لكن لو انت بقى مصره على الفشل في تربيتنا بلاش نزوره، ما دام ده هيزعلك بلاش نزوره. مش كده سناء؟ بلاش. سناء تعالي، عايزك في حاجه تانية خالص غير موضوع بابا بعد اذنك يا ماما. تعالي. هنعمل ايه دلوقتي؟ بصي بقى سناء، مفيش حل غير ان انا وانت نتقابل كان انا رايح الشغل وانت رايحه المدرسه عادي جدا، وبعدين نزوق ونكت، يعني نروح بقى نقابل بابا. حلوه نكت دي يا واد، فكرتني ايام ما كنت بزوق من المدرسه ايام وليالي مع الواد. بابا يا حبيبي يا بابا. بابا مين يا ام بابا؟ بتزوغي؟ ماشي ماشي، انا بقى كنص الراجل زي ما انت بتقولي هعديلك الموضوع ده. كنت بتزوغي من المدرسه تروحي فين يا بنت؟ والله ما حصل. والله ما حصل؟ كنت بتزوغي مع مين اصلا؟ والله ما حصل. وانا بقى كانوا العيال في المدرسه بيقولوا عليا ايه من ورايا؟ ما انا كنت ساعتها ما ببقاش في المدرسه عشان اعرف بيقولوا ايه عليك ساعتها. ماشي ماشي، بس انا مش هعديها لك يا سناء. ماشي ماشي حبيبي، خلينا موضوع بابا. بكره بقى ان شاء الله نروح لبابا، بس لعلمك يا عادل
انا لازم اتاكد ان البت اللي اسمها الزفت المنطعي دي الكارته الغتيته البارده ديت مش موجوده في البيت، وهي بتتنايل تروح المدرسه الصبح ما بترجعش للظهر. موجوده مش موجوده مش دي القضيه، المهم دلوقتي احنا مش عايزين نركز في اي حاجه غير موضوع بابا. بابا ده لازم نطمن عليه، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل له. لا ما ينفعش يا عادل، ما ينفعش اروح البيت وزفته منطعي موجوده في البيت يا عادل، لاني لو شفتها همسكها من شعرها امرشها في الارض مرشه كده وارتكب جنايه مع سبق الاسره والترصد. كنت بتخرجي مع مين يا بنت؟ والمصحف حصل. مساء الخير رانيا. مين حضرتك؟ سلوى المنطعي يا حبيبتي. سلوى المنطعي، الاسم ده سمعته قبل كده. يا ربي فين منطعي منطعي. هو حضرتك ليكي اي اصول البانيه؟ من اي اصول البانيه؟ بالنسبه للبن يعني سيدي الله يرحمه كان شغال لبان لبان، بعد كده طور نفسه حب يجدد اشتغل في الزبادي. اجيب لك سلطانيه؟ فين الدون العره اللي اسمها سناء واخوها النطع اللي اسمه عادل؟ انت كده تبقوا قرايب. بس ما تزعلنيش منك يا حبيبتي، تفهم من بقك. القرايب قال ده انا بقول لك من عيله المنطعي، عيله كبيره قوي 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 قوي. ايش جاب لي جاب يا حبيبتي؟ دول عيله رمه دون واطشيين لمامه بيشربوا العصير في اكياس بلاستيك. ما عرفوش طريق العصير ابو كرتونه الا لما دخلوا بيتي يا حبيبتي. والله انا ملاحظه ان حضرتك مستفزه منهم بشكل استفزازي بحت، ويعني كده في استفزاز. هل ده ليه اي اسباب من وجهه نظرك؟ ايه يا حبيبتي، هو حضرتك مذيعه؟ ياما عدوا عليا ولاد، كنت حامل كده، بس المشكله ان كان في شويه ظروف عليا. بس انا طبيعتي تثقيفيه ومهتمه بالثقافه. طيب يا تثقيفيه ومهتمه بالثقافه، شدي طولك كده هاتي لي كوبايه ميه وانتي راجعه هثقف لك. اسطوره. ماشي يا سناء، ان ما فرجتك ماشي. اهلا اهلا يا حبيبي، يا اللي رامي ابوك عندي رميه الكلب الاقرب وشايل ايدك ونفض. مش صالح بس لما يغور ويروح في 60 داهيه تيجي تقول لي ساب لي كام ليا ايه ولا ايه يا حبيبي؟ اشرب يا عادل. بابا ماله؟ بابا جرى له حاجه؟ لا يا حبيبي، بابا استمرته خلاص خلصت، بتتمجي بيسلم نمر اللي ما حد فيكم افتكر وجاب سبرينا وجاي طل عليه. ايه عايزين نصرف عليه من جيب يا حبيبي؟ ايه الغغه دي؟ ايه الصوت ده؟ البيت ده ملوش حرمه ولا ايه؟ مين اللي اهلا باللي ان شاء الله هتتكفي على وشها في نار جهنم. ادوني العره اللي مش هتشوف الجواز ولا تخش بيت العدل، يعني محرومه من الاثنين، انك تخش دنيا وانك تخش اخره. ان شاء الله هتتحرمي منه طول ما انت راميه ابوكي عندي رميه الكلب الاعرج ونايمه جوه حبيبتي على مرتبه ريش. انت غيرت المرتبه يا سناء؟ انتي اكشو 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 اكشو، بتتكلمي كده ليه؟ بفوقكوا حبيبتي عشان انتوا عيلة دون جلدكوا تخين. لا 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 لا، كفاية قوي كده بقى. هو انا عشان سكتنا له مش عارف عمل ايه في حماره؟ لعلمك بقى مش كلنا جلدنا تخين لعلمك. بس يا مامي كان لازم تسافري اسكندرية دلوقتي، كان لازم تبقي موجودة عشان تتفرجي على سناء وهي بتطرقع. ايه يا سناء؟ ما تخش عليها، ده انت الليبرو بتاعنا. ايه جالك شد عضلي في لسانك؟ ايه قلبت على حسين رياض في رد قلبي ولا ايه؟ قال يا قاعدين في العز ورميين بالكوا على غيركم كاتكم الخام. انت ازاي يا سلوى يا تخش كده البيت كده عادي يعني؟ الله سناء اللجأة العانس المطلقة واقفة كده تكلمني راس براس فيس تو فيس. يا نهار اسود، دي من جمله واحده بس جابت اخرك يا سناء. ايه الست الفظيعه دي؟ دي بتتعشى سم دي ولا ايه؟ هو صحيح سناء المنطعي ده يعني ده اسم انسان ولا حيوان وتحور؟ ماما يا ماما يا حبيبتي انجيخ يا ماما يا ماما، روحي لماما يا حبيبتي خليها ترضعك ولا تجيلي انا ام الواد يا ماما. هو
واضح ان حضرتك استهلكتي صوتك يعني. اتفضلي حضرتك، تحبي تشربي ايه؟ ولا حاجه حبيبي، شاربه من كعاني من هنا من ابوكم. مفيش مانع اضرب لي سندوتشين على السريع كده، ما عنديش وقت. قوي قوي فرصه الانتقام. رانيا يا حبيبي، بقول لك ايه، اعمل لنا سندوتشات من اللي انت بتحبيها. بكاتش يا عجل، بجد فرصتك. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. ايه حبيبتي، ايه دخلت التريقه عليا كده فوست فيس؟ لا ازاي، ده بيتك ومطرحك. ازيك يا مدام؟ احسن منكم كلكم يا اختي. اكيد طبعا، والا ما كانش سابنا وراح اتجوزك. ما هو مقلب وشربته يا حبيبتي، طلع موكوس. معلش يا الله يكون في عونك، ده انت بنت اصول كل الناس بتشكر فيكي. ده انا واطشه، ليه بتقولي لي بنت اصول؟ شفتي انت بتتريقي عليا؟ ابدا، ربنا يعلم انا بقول عليكي ايه. انت غلبانه. غلبانه؟ ايوه، واحده من عيله المناطعي وتقع في سعيد القرش تبقى غلبانه. اسكتي يا اختي. ايه؟ اصل هو كان ساعتها يعني احسن اللي تقدمولي، بس ما تجيبي السيره للناس دي، دول ناس واطشين قوي. المهم قعد تخلي بالحنجل والمنجل وكلام معسول يا اختي، دوخني قضى عليا، خلاني مش عارفه انطق. اسكتي. حلوه قوي ترويض النمره ده يا ماما، احنا بعد كده بقى نسميكي انعام الحلو. تقصد ايه؟ نسيتوني جايه في ايه؟ أكيد عشان صلة الرحم. بالظبط، برافو عليكي، هو ده اللي أنا جاية فيه. دي فاتورة علاج الدكاترة والأدوية والاستوباليات اللي كنت بروح بها بابوكم. بابوكم؟ أيوة، بكرة إن شاء الله يبقى عندي شيك من المبلغ ده. ده بره الحساب اللي هيبقى بينا وبين بعض لما يتكل على الله ويروح في ده. نبقى نقعد بقى يا حبيبي ونتحاسب، ويبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، يا اما هشيله هلا بيلا وارميهولكوا هنا على بير السنيه، وشدة المغرف للمناطعه يجولكم هنا، يخلوا اكبر حته فيكم قد كده اهو. ماشي؟ من غير سلام. وبعدين يا دولا، انت معاك فلوس تدفعها لها؟ يا ابني انا لو معايا فلوس كنت مشيتك اصلا من البازار، وكنت جبت حد عدل يقعد يساعدني هنا بدل ما انت مرمطني كده. طب ربنا بقى يسهل يا دولا ويفضل حالك واقف كده على طول. اللي اقول لي يا دولا، يعني يا هل لو اديت لها فلوس هي هتسكت؟ يا هل يا هل يعني ايه؟ انا اقول لك يا دولا، يعني انت لو دلوقتي اديت لها فلوس هي اكيد طبعا مش هتسكت، هتقعد بقى تنحر فيك وتفتز فيك وهتجيبك الارض. تفتز ويا هل الاثنين مع بعض؟ ولا هو انت خريج مدارس لغات ولا ايه؟ لا يا دولا، خريج مدرسه الحياه. المشكله بقى لو ما دفعتش، منطعي دي هتجيب كل المناطع اللي عندها، وكل نطع ونطع فيهم قد النطع. بص يا دولا، انت ولا يهمك، انت خربش تكسب على طول. ايه خربش تكسب؟ ده اعلان. انا هقول لك يا دولا، انت عارف الكروت بتاعه الشحن بتاعه الموبايل مش انت بتخربش فيها علشان الرقم يطلع لك؟ انت قعد بقى خربش فيها واستنطع عليها كده، وبكره هتبقى انت كمان بقى منطعي، وهي منطعي، ومنطعي على منطعي ما يبرمش يا دولا. يعني مش هندفع؟ لا 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 لا، مش هندفع يا سناء. بص يا سناء، احنا لو دفعنا الست دي هتفتزنا كتير. يعني السؤال هنا، يا هل لو رفضنا ندفع ليه هتسكت؟ يا هل، يا نهار اسوح، رمزي بقى علينا كلنا. بص يا ماما، احنا لازم نتعلم من التاريخ، اي بلدين بيختلفوا مع بعض وبيجوا يتفقوا بيعلوا سقف الطلبات. يعني مثلا لو في بلد ماشي جت احتلت حته من بلد تانية، تيجي البلد التانية قبل ما تطلب الحتة اللي البلد الأولانية احتلتها، تقوم البلد الأولانية تحتل حتة تانية، فتيجي البلد التانية مش عارفة بقى تطلب الحتة الأولانية ولا الحتة الجديدة اللي احتلتها منها البلد الأولانية. عشان كده بقى يا ماما ما بيبقاش قدامهم غير الخيار الاستراتيجي.
الاتجاه المشاكس. حكة ايه وبلد ايه وتانية ايه يا عادل؟ هو احنا بنقسم المطبخ؟ بس انا بقى لا يمكن اقعد مع الحشرة دي تاني. يا سلام، ما الحشرة دي انت كنت بتتكلمي معاها بمنتهى الذوق ومنتهى الاخلاق المرة اللي فاتت. ما هو الادب والاحترام والذوق والاخلاق بكسر سماها، وهي كمان ما طايتش تقعد ونزلت اتزحلقت على السلم. اتزحلقت؟ صدقي فكرة والله يا ماما. ايه، نزحلقها من على السلالم ولا وهي طالعه نحط لها سمغ تلزق في السلمه الاولانيه زي الفار، وعلى نفخها بقى بالشباشب نحدفها في دماغها؟ لا 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 يا سناء، لا بالصح طبعا، احنا مش عايزين نلجا لخيار الحرب، خلينا في الخيار بتاع السلام. السلام بيكسر شوكه الشرير دايما طول الوقت. عندك حق، السلام اسلم طريقه في التعامل معاها. جرايا يا سناء، انت كل شويه بتجنحي للسلام ليه؟ هي البنت دي شافتك يعني وانت بتزوغي من المدرسه؟ عموما بصي، احنا مش هندفع ولا مليم، واعلى مفخلها تركبه. طب وبابا يولع؟ ماما لو سمحت يا ماما، انا ما احبش ان انت تقولي كده على بابا بعد اذنك، يعني بابا بقى ربنا يتولاه. نفس النتيجه، هيولع. اخيرا خلصت. ايه ده، دي السندوتشات اللي احنا طلبناها من امبارح؟ ايوه، انت عارف ان انا ما بحبش اتكلم ابدا، باخد وقتي. ضيف على اصول، بس ايه السندوتشات دي؟ دي سندوتشات يا بيبي شامبينيون بالكو دي فوار. كوت دي فوار ده مش ده بتاع افريقيا؟ ده كوت دي فوار ده؟ هو ده. هي دي احجار كريمه ولا ايه؟ يلا ربنا يكرم. يعني ده ترانزيت ولا من بره بره؟ هو عموما لو من بره بره او ترانزيت، في الحالتين احسن حاجه ليكي فعلا يا رانيا اشتغلي في مطار امبابه بجد يعني. جت 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 جت. انا عايزه استحمى. استحمي ايه؟ استحمي ايه؟ بقالي شهرين ما استحميتيش. انا ماسكه عليك ايه يا بنت؟ اقعدي. اهلا وسهلا مدام تشباعي. منشعي بدل ما تتقطعي يا حبيبتي. مش فجالي. الفلوس جاهزه ولا مش جاهزه حبايبي؟ الفلوس جاهزه حضرتك، هي بس بتتكوي. بتهزر بتهزر. بقولك ايه يا مدام، احنا بقى مش هندفع، وممكن ترمينا سعيد من بير السلم. اللي انا بسمعه ده يا حبيبتي اكيد بتهزروا، انتوا بتستعبطوا بقى. حضرتك ليه متعصبه قوي كده؟ بتعقد عليه ليه؟ ليه حضرتك؟ المساله ببساطه خالص، احنا قاعدين على المائده المستديره. ايه، اتفضلي حضرتك اضربي سندوتش وانت بتتكلمي، نتفاهم عادي يعني. حبايبي انت اللي قلت لهم اكيد خليتهم ما يدونيش فلوس يا حبيبتي. بصراحه ولو مش عاجبك روحي اشربي من البحر يا اختي. مش هشرب من البحر حبيبتي، مش هشرب من البحر، هفرق قهوه ساده واشرب معاهم. ها يا اللي بتدوري على حل شعرك يا بتاعت التاريخ والصور معايا. اديها فلوس تعالج بابا، هي مالهاش ذنب ان بابا عيانه وبتطلع من فلوسها الخاصه ليه؟ هي تاخد فلوس مننا تعالج ابونا. يا بت انت رجعتي في كلامك ليه؟ ماسكه عليك ايه؟ ايه حكايه التاريخ دي؟ التاريخ عادي اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، الارض والحته والربع والتمن والتقسيم. انتوا قاعدين تسايلوا وسايبيني اكل في نفسي. خلصوا لخلص عليكم نفر نفر يا حبايبي. ايه ده؟ ايه اللي انا باكله ده؟ ده نازل جوفي عمال يقطع فيه كاني باكل ازاز مسلوق. حضرتك لا لا، ده هو بس في الاول كده، بعد كده هتتعود عليه بعد ما يكون خلص يعني. لا لا. ده سندوتش مولوتوف يا جماعه، بعدين هتنفجر بعيد. حلوه يا رانيا. تسموا مراتي، تسموا مراتي يا نبيل. يا بابا اول حاجه انا مش نبيل، انا عادل. تاني حاجه احنا ما سميناهاش، هي اللي مفجوعه وقعدت تاكل في السندوتش بتاع الكورتونزون ده. ومين بقى اللي عمل لها السندوتش ده؟ رانيا مراتي. يا حفيظ يا رب. ورانيا تعرف منين ان مراتي منطاعي لما بتتنرفز بتاكل اي حاجه قدامها؟ والله ما تعرف يا بابا، ده اللي حصل ده حصل بمحيط الصدفه. مراحيض الصدفه. ماشي، وانت وانتوا يا ولاد الادب يا انطاع، ما حدش فيكم يجي يسال على ابوه هو عيان ويدفعوا له مصاريف العلاج؟ يا بابا عيان ايه يا بابا؟ ما انت زي الفل اهو، جايب قميصك المشجر وما عندكش اي مشاكل. وبعدين يا بابا بطل الحركات دي، لو انت محتاج فلوس وفي اي وقت تعالى اطلب مني يا بابا، انا مش هتاخر. طب هات. يعني معقوله اعز عليك حاجه؟ ده انت ابويا برضو يا بابا. ماشي
هات. يعني معقوله يا بابا مثلا تبقى انت محتاج حاجه وتيجي لابنك وتقول له هات وما يدكش؟ اكيد هيديلك. طب ما تبرز. بابا انت ليه بتعاملني ان انا غريب؟ انا ابنك يا بابا، اعاملني عادي يعني. لا اله الا الله. طب والبنت اللي اسمها منطع مراتي دي، انا لسه مغير لها اقدار المعده بحاله. برضه هي في مقام امي، ما دام اتجوزت ابويا يبقى في مقام امي، وقت ما هي تحتاج حاجه تقول لك، فتبقى انت كمان محتاج حاجه فتقول لي، فهنتصرف يعني. معقوله اعز عليك حاجه؟ ما تقلقش خالص يا بابا. المهم انت عايز حاجه دلوقتي؟ لا يا اخويا، ربنا يخليك ليا. بابا ما تتكسفش يا بابا. بس يا ماما حاول بقى يمين حاول شمال، ما طالش مني ولا مليم، بس انا كنت متاكد يعني حب يلعبني بقى ويقول لي اصل مراتي كمان عيانه، اللي كانت جايه انا وعماله تتنطط علينا وتستهبل، جاي بيقول لي عيانه وشايل لها المعده. اتفضلي. شفت بقى زي ما قلت لكم بالظبط، ان هو بيعمل حركات عشان يهبش مننا اي حاجه. ما هو واطي ومتجوز واطيه. يا مو انا صدقت فعلا ان هو كان تعبان وكان صعبان عليا قوي يا عادل. صعبان عليكي؟ عارفه بقى انا اللي كان صعبان عليا بجد مين بقى؟ انا كان صعبان عليا احنا ان احنا كنا خايفين عليه، وان احنا كنا قلقانين وخايفين ان يبقى فيه مرض. وسلوى دي بالذات اما دخلت علينا الدخله دي احنا اتلبخنا فيها، لكن على مين؟ الحمد لله ربنا في اخر لحظه خلانا نعرف ان كل ده كلام فارغ. فعلا الطيور على اشكالها تقع. سيبك بقى من الطيور ومن انفلونزا الطيور، قولي لي بقى ايه حكايه التاريخ؟ وحكايه سلوى دي كانت تعرف عنك ايه؟ فعلا كنت بتخرج انت وهي وتروحوا تقابلوا شباب ايام زمان ولا لا؟ هو انا ما قلتلكش. لا طبعا ما قلتليش. طب ما انا كنت هقول لك. طب اتفضلي قولي، الفرصه قدامك اهو قدام ماما عشان ما تنرفزش عليك. ما هو مش معقول يعني تبقى انت اخويا وما اقولكش. ما تقولي يا سناء ما تستهبليش. ما انا هقول لك، ما هو مش معقول يعني الغريبه تبقى عارفه واخويا لحمي ودمي ما يبقاش عارف. قولي يا سناء عشان لو عرفت من بره. بصي عارفه الجزمه اللي في رجلي دي على وشك. ماما احكي لعادل لما انت خلفتي عادل، بابا بقى قال لك ايه بعد الخلفه؟ ماما خد العكس، انا شايف النهارده الجو الحمد لله ما شاء الله، يعني الجو زي الفل النهارده. درجه الحراره ارتفعت جدا 70 فهرس نايل. اي كلام بتقوليه في اي حته وخلاص. فهرس نايل اسمها فهرس تايل يا ماما. تعرف لو درجه الحراره ارتفعت عن 70 الناس ممكن تسيح، زي ما حصلت الحادثه دي قبل كده في البلد الاوروبي اللي اسمه ايسلاند. طب انت عارفه اصلا ايسلاند دي يعني ايه؟ ملهاش معنى طبعا. يعني هي مصر ليها معنى؟ يا نهار اسوح، طبعا ليها معنى، مصر ام الدنيا معروفه قوي. لكن ايسلاند دي بقى اساسا اسمها ايسلاند ترجمه لارض التلج، معقوله الناس تسيح فيها؟ انت عارف اكتر حاجه بتنرفزني فيك ان انت بتفتي وانت مش فاهم حاجه اصلا. ايسلاند دي سموها ايسلاند علشان الناس كانت بتسيح في الحادثه الفظيعه، والناس هناك كان نفسها يبقى بلدها فيها تلج فسموها ايسلاند. يعني ايه اسمها ايسلاند بعد الحادثه؟ منك لله يا رمزي، بوظت الحيله كلها. عادل انا ماليش دعوه، انا مش هعيش من غير تكييف في البيت. تكييف؟ وانا اجيب لك تكييف منين؟ اجيب لك فلوسه منين؟ يا سيدي ده ام ميرفت جابت تالت تكييف ليها على التوالي. ايه ده، ام ميرفت بقت هاتريك؟ جابت واحد في الصاله وواحد في اوضه النوم. اكيد التالت جه في العارضه بقى. لا التالت في الحمام. ايه ده، ما حطيتش واحد كمان في البلكونه؟ حد في الدنيا يحط التكييف في البلكونه؟ يا عم مدام ربنا كرمها الحمد لله بثلاث مكيفات، تحط واحد في البلكونه تجيب طراوه للناس اللي ماشيه في الشارع عادي يعني. وبقى يا عادل انا ماليش دعوه، العماره اللي احنا ساكنين فيها بظت لبره من كتر التكييفات اللي فيها، الا شقتنا الشقه الوحيده اللي لسه ما بظتش عشان ما فيهاش تكييف. بص يا رانيا يا حبيبتي، احنا شقتنا باظه لجوه الحمد لله من كتر الناس اللي فيها. وبصي بقى يا رانيا، بعد كده مش هجيب اي تكييفات، لان التكييفات دي بتكلفنا كهربا كتير، كفايه قوي ان الزباله على الكهربا، هنعمل كمان التكييفات على الكهربا. هي الكهربا هتستحمل ايه ولا ايه؟ بصي يا رانيا، درجه الحراره البارده بتقلل طاقه النكت والهرت والخناق بين الافراد في البيت، عشان كده لو تلاحظ ان احنا في الشتاء خناقاتنا بتقل بشكل ملحوظ جدا صدقني. خلاص يا حبيبتي اوعدك ان شاء الله الشتاء اللي جاي اخلي خناقاتنا زياده باذن الله. على فكره بقى الكلام ده اللي قالته البحوثات الاخرانيه. سامح عبد الرازق الشهير بسامح فريون، مندوب شركه ايلاند للمكيفات. مكيفات؟ ايه ده،
يا عادل، هو الكيف بقى يتباع علني كده خلاص؟ بس يا احب حضرتك اخد فكره عن الاسعار. عندنا ثلاث احجام، حجم صغير، حجم متوسط، وحجم كبير. على اساس ان طب ما عندكوش يعني على طول بقى متوسط صغير كبير؟ والله في كل الاحجام. ايه يا عادل في كل الاحجام؟ انت عايز الحاجه دي لمين؟ لرانيا يا سيدي. رانيا؟ يا خبر ابيض. طب وياسمين بنتكم؟ ياسمين بنتكم مش خايف عليها يا عادل؟ وده حصل من امتى ده؟ امبارح قالت لي خلاص مش قادر اعيش من غيره. ده كله من اصحاب السوق. انت هتقول لي قعدت مع جارتنا لقيتها مبسوطه بالمكيف عايزه تقلدها. من اهم مميزات مكيفاتنا انك هتحس انك قاعد طبيعي، مفيش اي تغيير في الجو حواليك، وطبعا هتبقى مبسوط. اكيد طبعا اكيد هبقى مبسوط. اهم حاجه انا عايز بس حضرتك يعني ايه حاجه سعرها مهاوي. ايه ده ايه ده ايه ده عادل ده؟ وعايز تبقى مبسوط انت كمان؟ عايز يا عادل وفيها ايه يا ابني؟ المكيفات بقت ماليه البيوت كلها، وخصوصا البيوت المحترمه. المحترمه؟ يا خبر ابيض، وكل السنين دي كلها وانا فاكر الاحترام غلط؟ انا على كده بقى واطي. انت من غير كل السنين دي كلها انت واطي يا رمزي. ايوه ما تندهش، انت واطي. المهم حضرتك يعني اخد فكره بقى عن الاسعار. ده حسب النوع، في عندك الياباني والصيني والامريكاني، بس الاقوى الالماني. لا لا لا، ده حضرتك كده يعني شكلك كده يا تلموس، لان اجمد حاجه المغربي وبيجي بعد كده البلدي. يخرب بيتك، مغربي ايه ولبناني ايه؟ انت عايز تسلمنا يا اطلع بره، اطلع بره بره. والله لا بلغ عنك. انا اسف جدا حضرتك للي حصل ده يعني. لا ابدا مفيش حاجه. طب حضرتك النظام التقسيط عندكم ايه؟ اتفضل. في عندنا قسط على 3 سنين، وقسط على 5 سنين، وقسط على 10 سنين. يا 3 سنين هيبقى صعب بالنسبة لي، 5 سنين برضو هتبقى مشكلة، بس ما عندكوش بقى على 10 سنين؟ ايه ده؟ ده أكيد الراجل بتاع التكييف. التكييف جه؟ التكييف جه؟ مساء الخير. أهلا وسهلا يا باشمهندس، كلنا في انتظارك، اتفضل. من هنا يا باشمهندس، من هنا. ثانية واحدة يا اسطى، من هنا، اتفضل تعالى معايا، أصل أنا مامتي ضغطها عالي وبتتحر بسرعة وبتسيح مننا، فأنا عشان التكييف لازم يدخل لها أوضتها، اتفضلوا. لا لا لا، استنى استنى أنت وهو، استنى استنى يا باشمهندس، إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوليه ده؟ اسمعوا بقى كلكم، الأوضة دي من فضلك يا باشمهندس، الأوضة دي الوحيدة اللي ما فيهاش شباك، وأنا خسيت النص أنا وولادي من كتر ما أنا في ساونا ما أقدرش. ساونا؟ هو أنت تخنتي وربربتي يا حبيبتي لما جيتي نمتي عندنا وكلتي عندنا؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنتوا بتسمعوا كلامها؟ أنتوا رايحين فين؟ تعالوا من هنا، التكييف ده جابه ابني حبيبي عادل، مش كده؟ طبعا يا ماما طبعا، أكيد يعني ده أنا جايبهولك مخصوص عشان لما تيجي تزورينا باذن الله اشغلهولك. اتفضل يا باشمهندس. ايه ده؟ مستخسر فيا حته تكييف؟ لا يا ماما طبعا معقوله، مفيش حاجه تغلى عليك ان شاء الله، اول ما اخلص قسطه هجيب لك واحد جديد. امتى يا عادل؟ مفيش، كمان 10 سنين على طول. بعد 10 سنين يا بابا اكون اتجوزت واخلي جوزي يجيب التكييف ويحطه في اوضه تيتا. ايه ده؟ ده على اساس ان انت هتجيبي جوزك يقعد معانا هو الاخر ولا ايه؟ يا باشمهندس يا باشمهندس احنا تعبنا ونفسنا اتقطع من الوقفه، يا ريت تتفقوا وتخلصونا، هنحط التكييف فين؟ اسمع كلامي وخش على الاوضه دي واتكل على الله. يلا يا باشمهندس يلا. بحسره قلبي على نفسي مفيش حد واقف جنبي. معلش يا مامتي حبيبتي ما تزعليش، هديكي الهوايه، اقول لك هخصص لك كل يوم ساعه جوه في التكييف. اسمعوا يا جماعه، احنا دايما بنمر بالموقف ده، ومع الخبره عرفنا الحل، والحل سهل وبسيط. يا سلام، يعني الشيلن ده هو اللي هيسقع علينا الشقه كلها؟ احنا هنعمل قرعه وهي اللي هتحدد مين اللي هياخد تكييف. انا اختار الملك. وانا اخترت الكتابه. وانا ايه لو اتعلق في الهواء يبقى انا اللي كسبت ولا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. بقول لك يا باشمهندس ما عندكش شيلن بثلاث وشوش؟ انت فاكرني حاوي؟ لا 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 لا، موضوع القرعه ده ما ينفعش اصلا، ده كلام فاضي. ايه اللي كلام فاضي؟ موضوع القرعه ده، موضوع القرعه ده بيحل مشاكل كتير. اتفضل يا باشمهندس شوف شغلك. طب نيجي بكره يمكن تكونوا اتفقتوا. عارف لو جيت حضرتك بعد 10 سنين بعد ما اخلص القسط هتلاقينا واقفين نفس الوقفه. انتوا مالكوش غير اقتراح الشله. وهو ازاي بس هيفضل متعلق في الهواء يا عادل؟ استني بس يا رانيا. اتفضل يا باشمهندس. الشله ما نزلش يا جماعه، اتعلق في النجفه. بتبركلي على ايه يا عبيطه؟ ما انت بتنامي معانا في نفس الاوضه. لا، وانا هنام مع بابا وماما
في الأوضة. بصي يا حبيبتي، مش هينفع تنامي معانا في أوضتنا أنا وماما، عشان أنت من صغرك ما تعودتيش إن أنت تنامي في التكييف، ممكن تعي. يا سلام. هموت من البرد. برد انا قوي يا عادل. متلجة. بقول لك ايه؟ ما بالريموت من عندك ده اهو، حاولي توطي التكييف ولا اعملي اي حاجة. وطيته كذا مرة مش عايز يوطى، مش عارفة الريموت ماله، عمال يعلق زي ما يكون راكبه عفريت. طب ما تحاولي تطفيه خالص، تطفيه خالص. ما تحاولش، مفيش فايدة. مفيش حل غير ان انت تطلع تقفل سكينة الكهرباء من بره. معقول يا ناس الواحد يبقى متلج كده في عز الولعة؟ كلم الزفت اللي انت جبت منه التكييف ده يجي يصلحه. ما بحاول اكلمه، اول ما لقيت التكييف هبل كده والراجل قافل موبايله وقعدت تقولي بس ايسلاند، او بقينا في ايس هوم اهو. مش وقته دلوقتي، احنا هنعمل ايه؟ هننام ازاي في الايس روم دي؟ قومي هات البطاطين بسرعه 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 بسرعه. قاعدين في التكييف متهنيين. آه يا بختيهم، واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. قاعدين في التكييف متهنيين، واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. بعد ما رضعنا وكبرنا وجوزنا يرمونا الرميه دي. لا بقول لك ايه، ما تلوميش بنتي ابدا، الركع على الراجل هو اللي مسؤول. لا يا اختي، تلاقي بنتك هي اللي وزته وكلت دماغه. وبعدين يا انعام انا زعلانه، احنا هنفضل قاعدين كده حرانين وساكتين ومذلولين. بقول لك ايه، تيجي ندعي على التكييف؟ فكره. يا رب التكييف يبوظ، يا رب التكييف يبوظ ويتحروا يا رب يا رب. امين. الحمد لله. انا دعيت انعام. انا زهقانه وحرانه وقرفانه ومش قادره اسكت. طب بقول لك ايه، تيجي نشتمهم من ورا الباب؟ نشتمهم. بس بهدى، لو شتمناهم برضو مش هيطفي نارنا. واحنا مش ناقصين نار وحر. انعام بقول لك ايه، تيجي انا وانتي نشتري تكييف. وهنجيب فلوسه منين؟ فلوس ايه، احنا مش محتاجين الفلوس، احنا نشتريه بالتقسيط. ايوه، انت تدفعي نص القسط وانا ادفع نص القسط. اوكي متفقين. ايه الحر اللي هجم مره واحده ده؟ الله لا 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 لا، معقوله مع التكييف والواحد يعرق كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا حاسس ان انا عطشان وفي سراب في الاوضه. التكييف ده بقى، التكييف ده ايه بقى؟ حله الوحيد ان هو يترمي بقى، ولا نعمل فيه ايه؟ انا كرهت التكييف، ما كنا قاعدين من غير تكييف. حبيتك. بص يا حماتي، احنا بعد ما قضينا ليله انا ورانيا في التكييف الهايل، يعني اكتشفنا ان احنا هنبقى انانيين جدا يعني لو عشنا طول عمرنا في التكييف، ففكرنا ان حضرتك انت ونجلاء يعني تبيتوا النهارده مكاننا بقى وتستمتعوا بالتكييف، وانا ورانيا نقعد في اوضتكم شويه. يا حبيبي يا عادل، انا فعلا طول عمري بقول ان انت حنين علينا. يا سلام يا عادل، بتبدي حماتك عن امك. طبعا حماته واكل عقله بالتكييف يا ماما، خليها تنفعه. واحنا ما بنقدرش على زعل حضرتك ابدا يا حماتي يا حبيبتي عينيا. والله شوفي، والله ما حد نايم في الاوضه غير حضرتك. هو احنا هنا غير انتي؟ كده
يلا يا سناء يلا ننام في التكييف. يلا ماما بلاش يا ماما، انت مش حمل بهدله. انا الاوضه دي مش هدخلها خالص. ليه بس كده يا طنط؟ ما دام ما جاتش من ابني يبقى ما تلزمنيش. شفت يا انعام يا حبيبتي، ادي اخرتها اهو، احنا نربي ونكبر ونتعب فيهم وفي الاخر مش عايزيننا نخش نتهنى بالتكييف شويه. ماما بصي يا ماما، بجد الاحسن لك ان انت تباتي ليله في تخشيبه وما تباتيش ساعه واحده بس في التكييف. بقول لك ايه يا مجيده يا اختي، احنا نعمل زي ما اتفقنا، نشتري تكييف شرك، انت تباتي فيه يوم انت ونجلاء، وانا وبنتي حبيبتي يوم. انا ما عنديش مانع وموافقه. طب يا جماعه ما دام اصرتوا ان انتوا تشتروا تكييف، بلاش تجيبوا من الواد سامح النصاب الطويل ده. شوف الخبز واللقم، شوف الخبز واللقم بتاع ابنك، انت مخلفاه ازاي ده؟ عايز يتبسط هو في التكييف واحنا لا. والله فكره سناء، ايه رايك يا سناء تيجي انت تبات النهارده في التكييف؟ لا يا اخويا لا. لا انا هبات في التكييف بتاع مامتي. صح يا ماما؟ صح يا حبيبتي. اخش بقى انام انا جوه في التكييف. رانيا ما تخشي تشوف لنا الجو كده، صيف ولا شتاء؟ السلام عليكم. ازيك يا رانيا؟ ايه اللي مقعدك لوحدك هنا؟ مش قاعده جوه في التكييف ليه؟ قال الاقساط صحيح، اخبارها ايه؟ خريف، والصبح كانت بتمطر. بتمطر؟ اكيد التكييف كان بينقط. مالت له 4 جرادل. يا نهار ابيض. طب وبقيه الناس فين؟ قاعدين جوه في التكييف. معقوله يا رانيا؟ ده زمانهم دلوقتي ساحوا او اتجمدوا او ما شفتش. استنى بس يا عادل، دول قاعدين في الاوضه دي، اصلهم جابوا تكييف جديد. ايه تكييف جديد؟ طب ليه خليتيهم يجيبوا من سامح النصاب ده بس؟ ما هم ما جابوش من سامح النصاب، جابوا من واحد من طرف سناء. مبروك التكييف يا سناء. الله يبارك فيك يا عادل، عشان الناس اللي كانت بتتنطط امبارح يتبطوا ويسكتوا. و جبتيه بكام بقى التكييف ده يا سناء امال؟ على 15 جنيه كل شهر، على 20 سنة هبقى اسددهم المعاش ان شاء الله. طب بس اكيد يعني خد منك فلوس كتير قوي في التركيب. ابدا ولا مليم يا عادل، اصله معرفة. وشغال كويس؟ زي الفل. سناء يا حبيبتي، والنبي خديني ابيت معاكي النهارده في التكييف. بقول لك ايه يا رانيا، ما تشغلوا تكييف اوضتكم. انت ليه يا حبيبتي تستخسري في نفسك؟ احنا ما ندفع معاكم الفاتوره بالنص، ما تقلقيش. شيلي ايدك عادل، ماليش دعوه، اتصرف. انا هفطس حسيح يا عادل. كلم اللي اسمه سامح ده. ما انا بحاول اكلمه. ايوه دولا حبيبي دولا. عايز ايه؟ ايه يا دولا؟ بص بقى يا عم، احنا الحال في البازار واقف بينا خالص بسبب الحر اللي احنا فيه ده، فانا ولا في بيع يا عم ولا شراء يا عم. بص فقلت بقى، انا فكرت يعني قلت اروح عند دولا حبيبي اقعد عنده في التكييف ولا حاجه ساعتين ثلاثه كده لبكره الصبح. عينيا كبير من عينيا. يا سلام، وانا افتيك الساعه اما انت تجيلي عشان تقعد عندي في التكييف. ده اليوم اللي انا بتمناه. ده انت مش بس صاحبي، ده انت ابن عم، يعني ولود عم. ولود عم؟ اصيل اصيل يا دولا. وبعدين ده انت افضلك كتير قوي عليا، ده انت يعني لولا ذكائك ما كنتش هبقى في التقدم اللي انا فيه لدرجه ان انا اجيب تكييف اوضه النوم. انت يا ابني ربنا بيحبك، انك يعني ربنا رزقك بواحد زي كده. ربنا يخليك يا دولا، اخيرا عرفت فضلكوا عليا. اما فضلنا عليك عارفينه طبعا. يا سلام، اتفضل اتفضل اقعد. وكمان ايه، هقفل عليك الباب من بره عشان ما حدش يزعجك، وتعتبر نفسك يا عم النهارده اجازه، النهارده عيد التكييف الدولي. ربنا يخليك يا دولا. لا مش لدرجه بوس. ربنا اتفضل خليك. ربنا يخليك. اتفضل. انا والله مش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش ما تقولش، خش بس. هي دي الاوضه؟ ايوه خش. بس كده دلوقتي احس ان الفلوس ما راحتش في الهواء. عليك يا عادل، ايه اللي انت عملته ده؟ انت عارف انت عملت ايه؟ حرام عليك يا
عادل. سيبيه خليني اخلص شويه من اللي بيعملوا فيا. يا دوله يا دوله افتح الباب يا دوله، انا مش عارف انا حران ولا بردان ولا ايه بالظبط. يا عادل حرام عليك، يا عادل حرام عليك، هتموته يا عادل، هيسيح. سيبيه سيح. يا عارفه اللبن بيعقموه ازاي؟ ازاي؟ بيقوموا مدخلينه على سخن وبعدين يطلعوه على سائع وبعدين يدخلوه على سخن وبعدين يطلعوه على سائع لغايه اما يتبستر. انا عايزه بقى ايه؟ يطلع لي لبن زبادي. اتفضل يا سعاد. ماشي، سلمنا على المعلم. يا وصلنا. اهلا اهلا يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ انا لسه جاي من البيت دلوقتي يا استاذ عادل وكشفت على التكييف. اخباره ايه بقى؟ التكييف بايظ. طب ما انا عارف ان هو بايظ، يعني بايظ من ايه حضرتك؟ نتيجه سوء الاستخدام، وده واضح من الريموت، وبعدين كان شغال طول اليوم. ما حضرتك تكييف لازم يبقى شغال طول اليوم. ايوه بس مش حبه سخن وحبه سائح، وبعدين في كتالوج بيوضح ازاي تستعمل الجهاز. ايوه ما حضرتك انا شفت الكتالوج، الكتالوج مكتوب بالصيني. طب وايه ذنب الشركه اذا كنت حضرتك ما بتعرفش تتكلم صيني؟ يا سلام، يعني انا لازم اخد كورس صيني قبل ما اشتري المكيفات بتاعتكم؟ اللي عايز يحافظ على الجهاز بتاعه لازم يعمل كده. ايوه يعني ايه ده؟ اتفضل حبيبي، اتفضل ادي ضحيه من ضحايا التكييف بتاعته اهو، اتفضل. له فاهم هو حران ولا سقعان؟ ده تحاول يا نهار اسواح. نعمل له ايه دلوقتي؟ نعمل ايه حضرتك؟ ارميه وهات واحد تاني. ارميه؟ والله فعلا حتى لو رميته وما جبتش واحد تاني انا كسبان برضه. الشركه عندنا عامله عروض جديده، تدفع 19 جنيه قسط على 20 سنه. لا يا دوله، دوله اهو يا ابني. يا دوله دوله، اوعى تدفع ولا مليه، احنا محتاجين فلوس عشان تعالجني بيها. عالجك بيها؟ الشركه عندنا عامله عروض علاج ضد امراض التكييف وبالتقسيط برضو. والله صعبان عليا يا ابني برضو. طيب بكام القسط بتاع العلاج ده؟ 50 جنيه في الشهر على 20 سنه. عالجني عادل. عالجك ايه؟ عالجك ايه؟ بيقول لك 50 جنيه في الشهر على 20 سنه، يعني اقعد اعالج فيك 20 سنه؟ لا حضرتك، الاقتراح بتاعك النرمي ده افضل كتير جدا. هات لنا بقى تكييفين من ابو 19. عالجني يا دوله، عالجني. استنى يا ابني، اعالج فيك ايه؟ اعالج حولك ولا هبلك ولا عبطك؟ لا 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 لا، نرميه، روح ارمي نفسك قدام اي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي عادي. يا سلام، وانا هبقى احن عليك من الحكومه.